الألم كان قد إيه بعد الماتش؟ لا ده كان صعب. الألم بالنسبة لي ده اليوم ده كان صعب. فاينل تشامبيونز ليج بعد موسم كويس قوي عملته مع النادي، في نفس الوقت كأس العالم بعدها بشهر أو أقل. اتأخرت على ما رجعت. لا أنا ما كنتش المفروض ألعب أصلا. النادي قال لي أنت المفروض ما تلعبش، وأنا أصلا في كور في كأس العالم وأنا بقع كده يعني. أيوة والمنتخب طبعًا. أنا قلت لهم أنا تمام وحاسس إن أنا كويس، بس أنا ما كنتش، أنا قلت المنتخب كده يعني بصراحة، بس أنا لا تمام ولا كويس، أنا كنت بجري كده وفي ألم هنا. أنت جوه نفسك يا ابني مش حاسس تجاهه بأي مشاعر سيئة؟ يعني أنا عارف إنك بتتأمل وتتسامح، إنما أنت تجاه ده إحنا كلنا راموس ده بالنسبة لنا عندنا معاه مشكلة دلوقتي. لا والله بحس ان انا بس انا زعلت ان ده كله حصل، لكن في الاخر هو نصيب. انت انك ترجع تاني سنه وتكسب دوري الابطال وتجيب جون في الفاينال ده برضو حاجه كبيره قوي.